اهلا بيكم. قبل ما نبدا على طول نروح على الحلقه بتاعتنا وتسجيلها، احنا موجودين في جرش وطبعا المدينه ساحره وجميله. ايه رايك ياسمين؟ بجد ساحره. هي ساحره وخلابه وبتعطيك احساس بالعطاقه، بقديش هاي المدينه جمعت الثقافه والفن والادب وهاي الحاله الجماليه لمدينه جرش اللي انعكست على كل الفعاليات اللي عملتوها في المهرجان. صح. واحنا منورين لياليكم. انا بدي احكي لك، انت سبقتيني هلا. انا كنت انا عايزه اقول لك احنا 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 بدانا قبليك. عارف الاحساس ايه؟ انا وياسمين بجد دي مش اول مره اجي فيها الاردن، فبقيت حاسه مش لازم ابراهيم بقى يبدا، هو ابن البلد. أكيد. احنا كمان ولاد البلد بجد، يعني انتوا اهل، انتوا اهل والاردن. احنا كتير مبسوطين. احساسي كده وانا طالعه والاماكن ده، عايزه كده اقف واقول بجد ارفع راسك انت عربي. صح. يعني قد ايه الاماكن جميله هنا فعلا. صح. احنا مبسوطين، واليوم يمكن احنا عم نحكي المهرجان هذا العام عنوانه نورتوا ليالينا، وفعلا بيت للكل. عم نحكي كيف احنا عم نكون متواجدين في كل احتفاليه وفي كل مهرجان وفي كل تغطيه ممكن تعكس، ونحكي بالاخر ارفع راسك انت عربي. فابو حميد يعني اهلا وسهلا وجميعا، يعطيكم العافيه. شكرا طبعا عافية. ابراهيم خليني اشكر حقيقه هذا الجهد الكبير من الاردن، قياده وشعب، وهذا التحضير الكبير لمهرجان جرش. هذا المهرجان اللي حقيقه يجمع الثقافه والفن والادب على مسارح المختلفه. يمكن الصوره مرات تعجز بالوصف من نتابع خلفنا، موجود المسرح الجنوبي بالاضافه للمسرح الشمالي موجود، وكثير والمخطط كثير من الاشياء اللي متواجده في هذا المكان والمذبح بالتحديد. حقيقة هذه الجماليات الموجودة تعطينا روحية وطاقة كبيرة من هذه الأحجار اللي متواجدة في مهرجان جرش والجبال المرتفعة التي تشهد هذا المحفل الكبير. يعني قبل ما نبدأ حلقتنا اليوم احنا منتظرين النجوم والفنانين والمثقفين والأدباء في هذا البلد اللي هو دائما نعتبر الأردن هي حاضنة للجميع العرب، مثل ما ذكرت شافكي بأن احنا ببلدنا، ومثل ما رحب بنا إبراهيم دائما نقول ما نحتاج الترحيب في هذا البلد، لأن احنا مرحب بجميع العرب في الأردن. هذه أردن النشامة الجميلة بكل شيء. خلينا نروح مع بعض ونبدأ حلقتنا من المسرح الجنوبي لا يعني نشهد الفعاليات اليوم. اليوم حماسي. قبل إبراهيم، قبل ما نبلش لازم وإحنا نازلين نمر بالساحة الرئيسية. أيوة، كان في حاجات جميلة جدا. صح. وقبل وعارفين قبل ده كله بصوا كده، أنا هاخد الصورة زي ما هصوركم بعد كده. يلا. تذكار. صورة تذكار قبل ما نتحرك. يلا.